نحن هلا فوصلنا عفافله ثانيه محطاتنا لليوم، ويعني فينا نقول عم نركز ضمن صباحنا على فئه الاطفال باعتبارهم الفئه الاكثر حساسيه وتاثر باوقات الازمات والحروب. واليوم نتيجه المشاهد العنيفه اللي عم نشوفوها هدول الاطفال يوميا عبر شاشات التلفزيون او على مواقع التواصل الاجتماعي بالشيء اللي عم بيصير اليوم ضمن فلسطين وقطاع غزه، يمكن ما في طفل الا وعم يسال شو عم بيصير، ما في طفل الا وعم يتاثر نفسيا. خلينا اليوم عفاف نحكي عن اهميه يمكن الدعم النفسي والاجتماعي لهدول الاطفال. صحيح هايدي، ويمكن نحن بنلعب الدور الاكبر بتوصيل المعلومه الصحيحه لهم وبطريقه الجواب الصحيح لهم، بحيث انه تبقى القضيه الفلسطينيه داخل قلوبهم ووجدانهم ويربوا عليها منذ الصغر وما تتشوه هي الصوره باذهانهم نتيجه هي الصور يلي عم يشوفوها او الاخبار يلي عم يسمعوها. نتيجة هذه الأمور كلياتها ممكن أنه تصير عندهم كمان اضطرابات نفسية لسوء استخدام الأسئلة يلي هنون بيسألوها بالطرق الأجوبة الصحيحة. لهيك لازم اليوم ننوه على هذا الموضوع ومع الدكتورة غالية سعيد، دكتورة في علم النفس. يسعد صباحك. يا هلا، صباح الخير. أهلا وسهلا فيك دكتورة، يسعد صباحك. خلينا هيك بالبداية قبل ما نفوت بالمشاعر الاكتئاب والصدمات يلي ممكن تظهر نتيجة هذه الأزمات والحروب، خلينا نتعرف نحن والمشاهدين على تأثير مشاهد العنف على الأطفال، على نفسيتهم، على صحتهم النفسية. تماما. هلا مثل ما تفضلتوا وتحدثتوا بالمقدمه اللي كان صراحه فيها كثير اشياء مهمه، اللي هي الاطفال بهي الاثناء وبهي الظروف اللي عم نمر فيها هن لا يستثنوا ابدا من الاحداث والقصص والاشياء اللي عم يسمعوها او حتى الروايات او اي محيط عم يعطيهم اي معلومات او افكار. لذلك هذا الموضوع بصراحه كثير يعني مهم وكثير حساس، وكثير لازم الام والاب او المسؤولين عن الطفل يكونوا على وعي ويشرحوا للطفل عن جد قد ايه انت بمرحله، قد ايه لازم انت تكون الشيء اللي لازم تعرفه يكون انا مضبوط. يعني مثلا كثير اطفال بهالمرحله تسالنا السؤال انه ليه في اطفال عم يموتوا، انه شو عملوا هدول، ليه هيك عم بيصير معهم، ليش عم يضربوا هدول الاطفال، ليه كذا. في اسئله كثير رح يسالها الطفل بطريقه يعني بنهم انه ليه، شو ممكن يتاثر ويدخل بنوبات من البكاء. وفي بعض الاطفال ممكن تصير عندها حاله من الاضطرابات الخفيفه، في منهم ممكن يعمل قدم اظافر، نتف الشعر مثلا نتيجه الخوف، في منهم ممكن يعمل حالة تبول لا إرادي ليلية حتى لو كان هو قاطع مرحلة أنه هو يدخل على الحمام أو يستعمل الحمام لحاله. وفي نسبة أطفال هي الأثناء كثير عم تشتكي الأهالي منها أنه هي عم بتفيق بالليل مع كوابيس مرعبة، عم بتصرخ وعم بتقول أنه أنا ما بدي موت ما بدي موت. لذلك هون هذا الوضع كثير مهم أنه نحن نشرح لهم شو اللي عم بيصير على قدر المعلومات اللي نحن نقدر نعطيهم بهذا العمر، ليه ومين وكيف وشو اللي عم بيصير وهي البلد كيف وهي لازم تكون يعني كيف حقوقها وكيف واجباتها وشو السبب اللي وصل لهون ونحن شو لازم نعمل. وابسط شيء لانه حيسالنا طب انا شو بقدر اعمل، اعطيه ابسط الطرق اللي هي انت مثلا على الاقل تبدي المشاعر اللي بتكون متعاطفه معهم، تحاول تقدم لهم الاشياء ولو بالدعاء او بالامنيات اللي تكون لطيفه. يمكن نحن كاهل لازم نستغل فرصه وجود هي الاسئله عند الاطفال ونستخدمها بالطريقه الصح بحيث انه ما تدخلهم بحالات اضطرابيه لنفسيتهم. بس مع ذلك في اطفال بيدخلوا بحالات اكتئاب ممكن تكون صامته الاهل ما يشعروا فيها. صحيح. كيف ممكن طريقه التعامل؟ صحيح. هلا مثل ما تفضلتي يا عزيزتي، هلا مو كل الاطفال عندها نسبه الوعي مع تفاوت الاعمار انه تكون نوعا ما عم تقدر تستفهم هذا الوضع او اللي عم بيصير. هلا ممكن تتفاجئي باطفال باعمار كثير صغيره تكون عم تستفهم هذا الوضع، يعني ممكن تشرحي لها انه في حاله حرب، في حاله انه اشخاص سيئين او في عدو هو عم بيحارب الاطفال او عم بيحارب هذا المكان فيستوعب هي الفكره. لكن في اطفال حتى لو كانت اعمارهم كبيره هو ما ضد هذا الفكره تماما. هلا اكثر الاختصاصيين النفسيين بيقولوا بيحاولوا انه اذا كان الطفل غير قادر على الاستيعاب بهالفتره او ما عم تقدر توصل المعلومه كي يجب وعم يعطي ردات افعال سيئه، حاول انه نحن نبعده عن الاخبار السلبيه. يعني ما فينا صراحه كاشخاص بالغين الا ما نضل عم نتابع الاخبار يعني نبدي تعاطفنا على الاقل بابسط ما يكون، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او حتى على تليفوناتنا او حتى باحاديثنا بجماعاتنا الا ما يكون عم ينذكر هذا الحديث. اذا الطفل ما له جاهز ونحن ما لنا قدرانين نضبط حالته النفسيه يفضل انه ما ندخله بهي الدوامه او ما نفوته اصلا او نحكي له.
واذا لقينا عنده بعض هاي المشاكل نشرح له نحكي. يعني في منهم اذا مثلا غالبيتهم بفيق لك بيصحى بالليل عم بيصرخ وعم بيقول انا ما بدي يصير فيني مثل هدول الاطفال، ما بدي يموت، او مثلا بيروح بيحضن امه بيقول لها ماما خليكي معي لا تروحي مثل ما راحت مثلا امه، او عمل شيء او انا ما بدي اعمل. هون لازم بقى تشرح له، لانه هون يبدو هو انه داخل بمرحله التساؤلات، انه ليش عم بيصير هيك، شو السبب، مين هدول الاشخاص اللي عم يحاربوا، مين هدول الاشخاص اللي عم يقاوموا، مين هي البلد، شو هي فلسطين، شو بتعني لنا خارطتها، شرحها، وضعها، مكان الجغرافي الديني. ممكن يستمتع كثير لانه هو رح يلاقي انه هي احداث مثيره. وبهالحاله نحن ممكن نخلي له نحافظ له على الصوره الوطنيه اللي انت بدك اياها، وبنفس الوقت بنحاول نبعده قدر المستطاع عن هذا الجو اذا الطفل ما انه جاهز او ممكن يدخل باضطرابات نفسيه. اكيد يعني مثل ما ذكرتي هي الحالات او هي المشاعر عم تكون موجوده بنسبه كثير كبيره اليوم عند اطفال على اختلاف اعمارهم وحتى كمان الفئه الاكبر عمرا. طيب خلينا نحكي عن نوع من انواع هي المشاعر اللي ممكن تتولد نتيجه هي المشاهد العنيفه، نتيجه هي الاخبار الصعبه والسيئه. الاكتئاب، خلينا نحكي عن الاكتئاب، نعرفه، نحكي عن اعراضه وعن شو ممكن يظهر من اعراض على الطفل. اول شيء يا سيدتي اللي بيصير ممكن الاطفال يكون عندهم الاكتئاب بيطلع باكتئاب خفي، بعض مثل ما حكينا بيعطي علامات، لكن الاكتئاب الخفي للاطفال اولا بيصير عندهم صعوبه بالنوم بشكل كثير كبير، ببلشوا بيعطوا علامات على الخوف وما بيرضوا انه هن يروحوا يناموا لوحدهم وبيطلبوا وجود الام او الاب، بصير تتعلق بتزيد مشاعر الود بيناتهم، ودائما بتلاقيهم بيصيروا بيحكوا ماما لا تروحي خليكي معي، او بابا لا تروح، او انت حتموت. هي بيسالوهم هدول الاسئله كثير هاي الفترة، بتلاقيهم بدققوا على الأسئلة انه انت حتموت، انت حتروح، انت رح يصير لك شيء، انت رح تتركني مثل ما مثلا هذا الاب ترك ابنه او شيء، او اذا صار معه مثلا فلنفرض صار في عنده جرح بسيط بايده، اعطاه نزل شوية دم، انا ما بدي اموت مثل هدول الاولاد. حالة الهلع والرعب والفزع اللي ممكن تصير عند هدول الاطفال، اللي نحن هون لازم دائما دغري نستحيط بهالحالة ونهدي هذا الخوف، نهدي هذا الرعب ونشرح. انا هون كثير مع فكرة الشرح، كثير لازم نشرح ونوضح، لكن باختيار الالفاظ واختيار الطريقة المناسبة. هلا للاسف البعض طبعا ممكن للاسف ياخذ هذا الموضوع ويستغل هاي القصة في حال اذا كان الطفل عم يتمرد، اذا عذبتني رح ابعتك لعند الاطفال يلي عم بيموتوا. انا كثير للاسف شفتها بهي المرحله، وانا كثير بدي اقول انه للامهات رجاء هذا مو اسلوب تربيه او اسلوب تهديد حتى نتعامل معه، اذا بتعذبني رح ابعتك لهنيك. يعني هذا اسلوب كثير سيء، اذا كان الطفل ما عنده مشكله نفسيه رح يدخل بدوامه انه انتوا عم تزتوني بمكان فيه موت، فيه اشياء مرعبه، فيه اشخاص ما بيعرفوا شو معنات الرحمه، ما فيهم يعني. فهذا الموضوع جدا خطير، بتمنى من كل ام اذا كان حتى لو عم بيعذبها ما نستعمله ابدا كاسلوب تهديد، او هي بتقول له بتعذبني بروح لهنيك وبتركك، يعني بروح مع هدول الناس وبموت هنيك وبتركك. انا اسلوب خاطئ تماما، بيؤدي اذا الطفل ما عنده مشكله نفسيه او لسه ما تاثر بالاحداث انه يتاثر نتيجه هاي الاشياء اللي عم تصير او الكلام. طيب اليوم دكتوره بالمقابل نحن لازم نحافظ على توصيل الصوره الصحيحه لهدول الاطفال لحتى نحافظ على عداله القضيه الفلسطينيه داخل ذهنهم ووجدانهم وقلوبهم كمان. كيف نحن ممكن هون نقدر نوازي بين يعني بدنا ننتبه على صحتهم النفسيه وبدنا كمان نوصلهم الصوره الحقيقيه لحتى نحافظ على كل شيء موجود جواتهم وبنفس الوقت نخلق هذا التوازن، كيف؟ تماما. هلا يا سيدتي اولا بالنسبه لهيك اشياء الحكايات هي تعتبر الوسيله الامتع والاروع للاطفال، يعني قد في عنا تاريخ وقد في عنا قصص وقد في عنا روايات ممكن تحكى بطريقه ممتعه سلسه مفيده بتعطيه الفكره الاساسيه. طبعا اذا كانت الام او الاب ما عندهم هي الطلاقه او القدره او هي الوسائل الموجوده مثلا مثل اليوتيوب هالقصص هي في كثير ممكن تشرح لهم القصص عن المكان او عن مثلا خلينا نقول يعني خاصه هلا هو احنا عم نحكي عن فلسطين والقضيه الفلسطينيه، في كثير وسائل مثل الحكايات ممكن تحكي لهم اياها بطريقه كثير هادفه
مسليه لذيذه وممتعه وبتوصل المعلومه وبترسخ عندهم اساسا الفكره. اذا انا ما بحب انه انا ابني يتعرض كثير لوسائل التواصل الاجتماعي، الجدات او الاشخاص الكبار يلي كانوا بحقبه زمنيه معينه كثير عندهم متعه بسلاسه وطرح هذا الاسلوب، فهي الاشياء ممكن فعلا تخليهم عم يحافظوا على هي الصوره تبع انه هذا البلد مين وشو حضارته وشو ثقافته، وليش نحن لازم نكون اساسا عم ندافع عنه، ولو انه على الاقل ضمنيا نكون عم ندافع عنه او ما نرضى انه حدا يحكي عنه بكلمات سيئه، ويكبروا على هذا الاساس. الحكايات بهذا العمر لها تأثير فظيع جدا، وخاصة عمر الطفل. هلا الدراسات النفسية بتقول انه الطفل قبل 7 سنوات قليل لحتى يفهم شو معنات الموت، يعني شو معنات الفقد، فمو دائما ممكن الاطفال قبل 7 سنوات يعرفوا شو معنات انه فلان استشهد او شو معنات الموت او انتقل الى مكان اخر. فاذا ما بدنا حابين انه ندخلهم اصلا بدوامة هذا الشيء قبل العمر 7 سنوات، بإمكاننا نحكي لهم عن الأبطال، الروايات العظيمة اللي كانت موجودة، الناس اللي كانت كتير عظيمة وكانت بطلة بتاريخ فلسطين، شو عملت، شو قدمت، شو ساوت، شو عملت انتصارات. هيك ممكن تضلي عم تحافظي على الصورة الجميلة اللي ببالهم ويرجع فيما بعد يضل عم يمشي فيها. وعم نحكي اليوم عن التأثيرات، ومثل ما ذكرتي اليوم في تأثيرات كتيرة لهي المشاهد العنيفة على الأطفال، على تفكيرهم، على شخصيتهم كمان. اليوم شو الأشياء اللي ممكن تأثر عليها هي المشاهد؟ ممكن تأثر على يعني مستواهم التعليمي، على تحصيلهم الدراسي. صحيح. خلينا نوضح بعض النقاط اللي ممكن بعض الأهالي ما تنتبه لها. صحيح. هلأ في كتير أطفال صراحة هلأ بهاي الفترة اللي مرينا فيها أمهات عم تشتكي كتير أنه صاير عنده قلة تركيز. أنا ابني ما كان هيك، صاير جبان كتير، صاير بخاف كتير، ما عم يرضى أنه هو يقعد حتى يكتب واجباته لنحله إلا حتى أنا أكون جنبه. بهاي الحالة مع أنه بتقول أنا ما بحضره أخبار، أنا ما بعمل شيء، بس تأكدي أنه هو سمعان. الطفل هو كائن ذكي جدا، فضولي. قلت لك ما في بيت هلأ لا يخلو من الأخبار، وعم نتعاطف معهم وعم نقدم كتير إحساسات أنه نحن بكيف ما كان عم نتعاطف معه، لو على الأقل يمكن أحيانا بنكون فاتحين تليفوناتنا عم تطلع الأصوات لما عم نشوف هذا الشيء. لا تستهينوا ابدا بالاصوات اللي ممكن يسمعها حتى هو عم يلعب، حتى وهو عم ينام، فهو عم يخزن هالاشياء كلياتها وعم بيردها بتصرفات، فممكن يطلع منها قله التركيز اثناء الدراسه، صعوبات النطق مثلا. طبعا الطفل يصير مشوش، احيانا يخاف من الخوف اللي يصير عنده، وهو خوف ما له مبرر، هو اصلا مو عارفان ليش خايف. ممكن يقول لك انا عم بسمع بس اصوات، انتم لما بتفتحوا موبايلاتكم انا بسمع اولاد عم بتصرخ، ناس عم بتعيط، عم بيقولوا مات، عم بيقولوا مات، فانه انا بخاف. ليه؟ لأنه عنده مفاهيم غير واضحة. هذا الشيء بيدخله بهي الدوامة قلة التركيز، قلة وضوح بالنسبة له، ممكن يسألك أسئلة كتير غريبة ما يعرف شو هو، حتى طوال ما له قاعد إنه هو عم يكتب واجباته بيضل بيسألك، بيقطع الواجب إليك ليش هيك عم بيصير؟ يعني أنا إذا ما كتبت واجبي يمكن الأمهات إذا ما كتبت أنا رح تبعتيني يقتلوني؟ رح تروحي أنت وتتركيني؟ فلا نستخف ابدا بهذا الموضوع، خاصه بهي الفتره. اذا اثبت اي طفل انه في عنده متغيرات، ونراقب النوم، النوم بشكل كثير كبير، ونتواصل مع المسؤولين عنه بالمدرسه انه الطفل في عنده علامات غريبه، عم يعمل شيء، لانه حتى اللعب تبعهم عم يتاثر هلا. يعني حتلاقي كثير اطفال نتيجه الاشياء اللي عم يسمعوها حيبلشوا يستعملوا قتلتك، طلع هذا مو مكانك، انا بدي موت، او لا انت بدك تموت، لا ليش قتلتني، رح يستعملوا هاي المصطلحات كثيره اللي هلا للاسف عم نسمعها. اكيد. اوكي، خلينا ننتقل لفكره كثير مهمه، هي اذا الطفل دخل بحاله اكتئاب او صار عنده اضطرابات او تغييرات بتصرفاته بالمدرسه او بالنوم او بحياته العائليه او بالبيت، قد ايه هون مهم انه يمكن في اهل كثير يقولوا لك انه انا لا طفلي ما بده اخصائي نفسي، ما بدي كل هالقد، ما بدي حملها زياده، قد ايه مهم بهيك حالات انه يكون موجود الاخصائي النفسي لحتى يتابع حاله هذا الطفل؟ تماما يا عزيزتي، مثل ما تفضلتي، اي علامه تظهر على طفلك وانت بتشعري كأم انه هي ما انا حاله طبيعيه، اول شيء مشان ما نخوفهم كثير، نحن بنعطي اي حاله او اي رده فعل للطفل بنعطيها فتره 3 ايام، بعد 3 ايام مع المراقبه اذا لقيناها عم بتزيد، وهذا الطفل وضعه عم يتازم اكثر، وممكن عم يعمل ردات افعال عم بتزيد، او عم يعمل حركات او اصوات او اي شيء، لا خليني اقول انا هون اذا انا كنت ام واعيه ببلش انا طبعا بالثلاث ايام، انا من ثاني نهار فورا رح اتدخل، اعتقد الامومه رح تتدخل، حتساله انه ماما شو في، اذا كان واعي ومستجيب الطفل ممكن يحكي.
غالبا في اطفال ممكن تحكي وتفضفض للام او حسب علاقتها مع الاب، لكن اذا الام والاب فشلوا بهذا الموضوع والطفل ما عم يقدر يتواصل معهم، برجع قبل ما انتقل للاخصائي النفسي مشان ما نخوف كثير الاهل، نلجا لشخص هو بيحبه الطفل، جدي، خالي، احد الاقرباء من العائله، شخص بيحبه كثير ومتعلق فيه وممكن يكون له يعني خلينا نقول الموانع عليه فيتحدث معه. اذا هذا الشخص كمان اخفق وما قدر انه يوصل لشيء ولان الوضع عم يزيد اكثر، انا بترجعهم انه ما يضلوا على هي الحاله، لانه نحن هون عم نعطي علامات على دخول بمشكله خلينا نقول ابسط ما يكون اللي هو المشاعر الاكتئابيه للاطفال اللي ما قليله ابدا وبتاذي كثير خاصه هن بطور النمو. ففورا لازم نلجا اذا ما بتحبوا الطبيب النفسي اللي الناس كثير عم تعمل له حاله انه هو مرعب وهو ما بيخوف وما بياكل اكيد كائنات، روحوا عند الاخصائيين النفسيين. هدول موجودين اللي بيكونوا موجودين بعلاج التعديل السلوكي المعرفي، هذا كثير ممتاز للاطفال اللي عم بيعانوا من بعض الاضطرابات، اللي عم يعانوا من مشاكل بالنطق، اللي عم يعانوا من اشياء ما وصلت لمرحله المرض النفسي. هدول الاشخاص جاهزين بجلسات محدده بوجود الاهل انهم يعيدوا الطفل لحالته الطبيعيه. تمام دكتوره غاليه، دائما لما نحكي عن مشكله نفسيه معينه او ازمه معينه او حرب اللي عم تصير اليوم بفلسطين وقطاع غزه، يعني بنروح بنحكي عن الصدمات اللي ممكن تصيب الفئات العمريه الصغيره الاطفال او الكبار بالعمر. صحيح. في عندنا شيء مصطلح اسمه الاضطراب ما بعد الصدمه، 100%. خلينا نتعرف عليه كمصطلح اليوم عن اعراضه وكيف ممكن اليوم نحن نشخص هذا المرض. تماما يا سيدتي، اضطراب ما بعد الصدمة لا بيعرف لا كبير ولا صغير ولا أي جنس، لا رجل ولا امرأة أبدا، هو معرض وجاهز يدخل على أي حالة نفسية في عندها بعض عدم التماسك والهشاشة النفسية، وللأسف وعذرا على التعبير كلياتنا معرضين لندخل باضطراب ما بعد الصدمة، لكن اللي بيلعب دور كتير كبير معنا هو حالتنا النفسية ومدى متانتنا النفسية. أنا متأكدة إنه بهي المرحلة بفترة هذا الشهر اللي مرينا فيه في كثير ناس دخلت باضطرابات الصدمة، لأنه أنا ما كنت متخيل موضوع الدمار هذا الشيء، لذلك لعرفه هو عبارة عن حالة من الحدث المفاجئ الصادم الغير متوقع لأحداث كانت صادمة وغير راضية دخلت فجأة على حياتك بدون أي مقدمات وعملت أثر نفسي. على السريع هن لهم خمس مراحل ما في إنسان ما بده يمر فيهم كبير أو صغير، لكن يلي بخلينا نعدي هاي المراحل هو قد ايه نحن مدربين حالنا. المرحلة الأولى اللي هي الإنكار، كلياتنا بنوقف فيها، لا ما صار، أنا ما بصدق، هذا الشيء كله مو حقيقي، كلياتنا أنكرنا بأول فترة. مرحلة ثانية اللي هي الغضب، ليش عم بيصير هيك؟ ليش فلان وفلان؟ ليش هذا فلان؟ وبلشوا بيحكوا مع الذات الإلهية وبخاطبوا بطريقة غاضبة جدا. المرحلة الثالثة اللي هي المساومة، رجعوا لي فلان أو عملوا لي كذا وأنا مستعد أعمل كذا. المرحلة الرابعة اللي هي الإحباط والدخول بحالة اليأس، الاستسلام، إنه نحن الاستسلام السلبي، يعني أنا انهكت من كتر ما قاومت بهالثلاث مراحل. المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التقبل، وهون بتبلش مساعدة التقبل التشافي والانتقال لمرحلة ثانية. كلياتنا بدون استثناء حنمر شئنا أم أبينا بهالمراحل، لكن قد ايه نحن مدربين، قد ايه جاهزين، قد ايه تلقينا مساعدة، هي اللي بتخلينا وين نوقف. صدقا في ناس من سنوات لسه واقفه عند الانكار، ناكره تماما انه انا لا ما مات، لا ما صار. حتى بهالاحداث اللي نحن عم نعيشها في ناس الى الان ناكره الموضوع اللي عم بتصير، مو ناكرته من باب انه هي ليش هيك عم بيصير، انا مدري، انا ما بقدر، انا مدري. فهي الى الان واقفه وهي حابه تضل بهالحاله، بتضل متمسكه بهي تماما، او بمرحله الغضب او بمرحله المساواه. كلياتنا حنمر فيهم، لكن مرونتنا وتعبنا وشغلنا على نفسنا وطلب المساعده هو اللي بيحدد كيف بنمر عليهم. اكيد. يمكن مع زياده نسبه الوعي اليوم الكبار صاروا يدركوا معنى يمكن كل تفاصيل بالحياه، او ممكن اوقات يخونهم التعبير او الكلمات، ما يقدروا يعبروا عن مدى حزنهم او مدى غضبهم او مدى تاثرهم بالموضوع او بالمشاهد يلي عم يشوفوها والصور القاسيه. يعني انا كمان وحده من هاي الناس، ما فيني لا احكي ولا عبر ولا يعني ما الواحد ضعيف قدام هيك، ما بيقدر يعبر ولا يحكي. بس هدول الاطفال اليوم تركيزنا عليهم ممكن قديش يدخلوا بمرحله خطره، ممكن نحن نكون ما لحقنا او ما انتبهنا عليهم بدخولهم لهي المرحله ممكن؟ طبعا اكيد،
وبرجع بقول لك انه انا بقول اذا طفلي ما له واعي او انا بعرف اساسا انه هو يعني شخصيته في اطفال صحيح عمره صغير لكن شخصيتها بتكون كثير قويه وعندها استعداد انها تكون تتقبل بعض المواقف. اذا ما له واعي انا بقول رجاء حاولوا تبعدوا هالفتره عن هالاحداث لانه مو معناتها نحن عم نبعده عن القضيه او نحن عم ننسي هذا الموضوع. لا لا لا، نحن امنين ومصممين على هذا الموضوع وعم نمرق اكيد المصطلحات تبعنا والاشياء تبعنا انه نحن هذا الشيء حقنا وقلنا، لكن انا بدي راعي نفسيه الطفل. هو ما له جاهز، انا مو كرمال انه انا اعرفه عن هذا الموضوع دخله بدوامه نفسيه انا باذيه بهالحاله، يعني انا كرمال اعرفه عن شيء انا عم دخله بمرض نفسي او باضطراب. لا هذا شيء نفسي. قصدي دكتوره ممكن يصير دخوله لحاله معينه بشكل مفاجئ نحن ما نقدر نداركها. تماما تماما. احيانا من طريق استعمال التليفونات قلت لك ممكن يكون عم يتفرج على افلام الكرتون او عم يحضر يوتيوب او شيء فتطلع بعض المشاهد، لذلك انا بقول الام كثير حذره بدها تكون من هذا الشيء، احضري شو عم يشوف، واذا سالك اسئله لا تجاوبي بالسؤال تبع انه لا وما بعرف وما شيء ما لك علاقه فيه. لما محضر اخبار طبيعي ما في بيت ما عم يخلى من الاخبار، حاولوا انه اذا انت خايفه او ما بتعرفي شو لسه هذا ما تحضري اخبار جنبه يعني وما تتاثروا. الام والاب هلا الاب ممكن يكون شوي مقاومته اكبر يعني ما يبدي الام، احيانا كثير امهات بتكون هلا لما دائما بتستذكر اطفالها وهي او بتستشعر. حاولي اذا انت مالك واثقه من مشاعرك او تكوني ما تبكي قدامهم لانه هو حيقول ماما لا تبكي انه خلص انا هون، فانا ممكن دخله بدوامه ثانيه انه هو ما عاد اهتم بالموضوع او بموضوع القصه اللي عم نحكي عنها قد ما هو اهتم انه ماما لا تبكي. فكون نحن قوايا انه اذا انا بدي اتاثر مثل ما قلتي كبير او صغير لما عم نحضر الحاله دموعك عم تنزل، اذا ابني ما هو جاهز لا تبكوا قدامه لانه حيطلع هي انه شبهه رح يحمل حاله المسؤوليه. ننتبه للنصه في اطفال بتقول ماما عم تبكي لانه انا عذبتك، فانتي شفتي شلون يعني عم ندخله نحن بقصه، لا نحن موضوعنا هون غير موضوع هون، فندير بالنا على هذا الموضوع كثير. اكيد بالختام يعني معلومات جدا مهمه ونصائح جدا قيمه، بنتمنى ان كل حدا تابعنا اليوم من الاهالي انه يستفيدوا اكيد يلتزموا منها بتطبيقها مع اطفالهم. بالختام الدكتوره غاليه سعيد دكتوره في علم النفس بنشكرك كثير لحضورك معنا لليوم. شكرا لكم. شكرا لك دكتوره وان شاء الله الصحه والسلامه النفسيه للجميع يا رب.